دقايق على الرايق المرة دي جاية لكم من جنة نواسية لتنظيم الرحلات الخاصة بالعمرة. يلا بينا ندخل جوه ونشوف الدنيا شكلها ازاي. احنا في مجمع مغاتير في جنة نواسية وهنسمع استاذنا هيعرض لنا جزء من الطقوس اللي مفترض نعملها استعداد للذهاب للعمرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العمرة للعمرة كفارة لما بينهما. احنا العمر اصلا طلب الرحمه من رب الرحمه سبحانه وتعالى. احنا لازم نهيئ هنا ونشرح ما شعائر العمره، لان العمره زيها زي الصلاه، لازم نروح وعارفين احنا هنعمل ايه. هنقسم المناسك لاجزاء وهنسمعها لكم جزء جزء، خليكم معانا.